أبو طالب قوم تقدر يقوم. الله يصبحك يا إنوار النبي. صباح الخير. صباح الخيرات قبر قلبي. قوم دوبك لحق تتوضى وتتيسر على الجامع. يلا كبير. يا الله. أصبحنا وأصبح الملك لله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ابن عمي. إيه؟ متذكر ولا ذكرك؟ بشو؟ مثل هاليوم رب العالمين رزقنا وش السعد وأنت معودنا تعمل لنا طنة ورنة. لا يا أم طالب لا، لا تخليني أزعل منك. معقول أنسى هذا اليوم اللي رب العالمين رزقني بهالوش الملائكي وش السعد؟ هلا بس اوصل على الخان ببعث لك احباشات الطنه والرنه وخلافه. اي الله يخلي لنا اياك يا حق وديمك فوق راسنا ويرزقك بدل القرش عشره. يلا لويت الوضوء بهذا الماء الطاهر. ما شاء الله ما شاء الله، كان هناك رب العالمين يرزقني بصبي يحملني بكبرتي يا أم طالب. ما بزل عليكي لما رجعت من الحج وخبروني الشباب انه الله رزقك بنت، نهرت نهرت وحصني قلبي وكانت الدمعه رح تقمز امس من بين عيوني. لكن لما اجيت وشفت هذا الوش الملائكي ليكي ليكي يا سبحان الله، والله فرحت فرحة بعمري ما دقت مثلها. بتعرفي يا أم طالب عندي إياها بسبعين رجال. يطول بالك تقبرني، لا تتولع كتير فيها، بيقولوا هالشي ما بينفع. بعدين لا تنسى عندك صالح ومريم سعر هون بسعرها. لك والله مو بإيدي مو بإيدي. بس كمان البنات لهم حق عليك. ليش مريم وصالحة مين قالك مو غالين علي؟ والله العظيم غلاوتهم غلاوة عيوني اللي بشوف فيه. ان شاء الله بتقبر قلبي لك. الله يخلي لنا اياك وديمك فوق راسنا يا حق. تفضل ابن عمي تفضل. يا ابو طالب. خير. يا حبيب قلبي، البنات صايرين عم يغاروا من اختهم وش السعد، وانا خايفه هالشيء ياثر على محبتهم لبعضهم البعض. شو هالحكي؟ الله وكيلك. لا لا ما بيجوز، بنت يا دوبة هالشيء الكلام عم يغاروا منها ما بصير بنوم. أنا عم بسمعهم كيف عم بيحكوا معه على طول، بيقولوا له أبوكي بيحبك أكتر ما بيحبنا يا أم نص لسان، أبوكي بيجيب لك أكتر ما بيجيب لنا يا فصعوني. لا أوكي لك حبيبات قلبي. ولا يهمك، مريم وصالحة دبارتهم عندي. إن شاء الله بتقبر قلبي، دير بالك من هالناحية. بدك شي؟ بدي سلامتك. دير بالك على حالك، الفرنساوية عم ينغلوا نغل بالحارة. ما تخافي علي، أنا أبو طالب قد وقت وبعجبك. إن شاء الله بتقبر قلبي يا حق. الله معك دايلي. هوني حفيظ يحفظك. يا الله يا كريم. عمي أبو طالب. مين وانت؟ خدامك حاتم. أهلين حاتم، لك شو جابك بالوقت العصيب لك عمي؟ حضرتك ما بعثت لنا مرسال من طرفك، كان لازم نستخبر عن المونة. مزبوط، بلغ الشباب اليوم بعد أذان الظهر بالتمام والكمال بتكون المونة جاهزة. صار عمي. قول الله. دعي لنا. فتحوا عيونكم منيح. لا توصي حريص. الله يحميكم. السلام عليكم. الله معك. صباح الخير لأحلى أم وأخ بالدنيا. أي سعد صباحك وصباح أخوك يا حق. صباح النور. إيدك يا عمو. يو الله يرضى عليك وعلى اسمك. إيدك أخي. كم مرة قلت لك بطلي هالعادة؟ أخي ما بصير، أنت أخي الكبير وما عامل والد. ما في حدا بالدنيا ما عامل والد. إيه الله يرحمك رابي. عود أمي، عود كلك لأمي. عود من عود. شلون الدراسة حمزة؟ تمام أخي، عال عال. مسيك حمزة، خلي هدول معك. لا لا أخي مو لازم منك.
لو كمسيك انت شابو بدك خرجيه. لك امي لساتك عم تخجل من اخوه؟ يب خدهم عيوني خدهم. انت واحد وان شاء الله على طول بتضلوا واحد، والله لا يفرق بيناتكم يا حق. الله يخليكي فوق راسنا يا امو. الله يخلينا لك يا امو. يلا خاطركم. الله معك تقبل. يسر الله يرضى عليك. مع السلامة. ايه امي هاي صفينا لحالنا بقى لي. انت بدك تفرح لي. خير ان شاء الله يا امو، خير ان شاء الله. تقبل قلبي لك في الشلي هالدم لي وخليني افرح فيك بقى. قولي الله امي، قولي الله. عاوز شي يا امو؟ لا سلامتك تقبل سلامتك. الله يرضى عليك رضا قلبي ورضا ربي. ادعي لنا يا امو، ادعي لنا. ايه الله يرزقك على قد مو قلبي رضيان عليك. تقبرني هالريح. الله يحميك ولا يورجيني فيك مكروه يا ولد قلبي. لك انا بياع الراس والاكل انفاس يا ولد. عندي قاعات، عندي سجاءات، عندي ابوات. فتات بعدي تعمل ايه؟ انا بياع الناس والاكل انفاس. الله لا كان جاب الغلط. لك ليش لك يا ابو قاسم ليه؟ لك فريز انت مثل الفرد الكرار عند عاسته بروكيت. اشبك لبك فريز النو بين ايديك سيدي ابو قاسم. صار لك كم يوم عم تمر عليه مريه وانا عم دور عليك بدي القطك، وين كاين؟ ايش بدنا نعمل يا ابو قاسم؟ يعني انا وين بتاخذني اجري بروح معها؟ بقى بتلاقيني كل يوم بحاره، كل يوم بزار، كل يوم بمديني. المهم صهري عنده خزانه وبده يبيعها، لك مصلحه فيها؟ معلوم انا اللي لي مصلحه، بس بدي اشوفها بالاول، هي مصلحتي. مشي، مروق لعندي بنروح سوا بنشوفها. الليلة سيدي، الليلة ان شاء الله. ماشي، بتجي لعندي، بروح انا وياك لعند صهري وبتشوف الخزانه. ايه، يلا السلام عليكم. كون اخذت لسان، يقطعوا لسانك من لغليغه. على حسابي يا على حساب. لك بليك قلت لك شو بالامر. يا اللي عندك لك الله يسعدني صباحه ابو ياسر، معيتك ناولنا صحن فاضي، نحط فيه هلسان احسن ما يجي له شي هارون يشفطه من بين ايدي. مين؟ فريز افندي بديارنا؟ يا مرحبا يا مرحبا، اشرقت الانوار والله. ما عم نستغني يا اخي ابو ياسر، ما عم نستغني. وهي صحن فاضي سيدي. لك الله يسرحك يا ابو ياسر، حط لنا فيهم كم حبه فول، ناكلهم مع هذا لسان، الله يطعمك حجه بجاه الحبيب محمد. ولك يخرب بيتك على هالسان شو حلس مليس. ايه لك يا ابو ياسر هذا الزمن بده حلاسه وملاسه وكياسه، لك لك يرد سيد راسي يا ابو ياسر. يا الله. تفضل سيدي وهي صحن فول. ولك فريز انت بدك تقضي عمرك من غير حساب وانت عظمك ذهب. يا سيدي حساب يوم الاحساس يا سيدي. ناولنا على الرقم. يا دمياك شو مأنتن ونشح. معيتك ابو ياسر ناولنا على الرقم. نعنا وفحل بصل في عندك مخلى. هيالي يا بندورة، هيالي يا بندورة. اسود وقلبه ابيض، اسود وقلبه ابيض. السلام عليكم. وعليكم السلام، اهلين وسهلين. اهلين راجي افندي، تفضل عود. انا ما جاي اقعد في كلمتين بدي لك اياهم تسال على شغلي. جد صلي على النبي عود، خلينا نتفاهم. تفضل. اللهم صلي على سيد النبي. خير راجي افندي؟ يعني ما بتعرف شو فيها ابو عزيز؟ في غير هالكم ازعر اللي عاملين حالهم ابطال زمانهم ومنكدين علينا عشتنا وعشتكم؟ يعني ما رح نخلص من هالقصة يا راجي افندي، ما رح نخلص. لا سيدي ما رح نخلص حتى سلموني الزعران هدول.
لك يا راجي افندي، يعني بلا منقودية كام مئة مرة قلت لك ما بعرف ولا حدا منهم يا اخي، ما بعرف. شوف يا ابو عزيز، انا كل يوم والتاني والسلطات العليا عم يطالبوني فيهم، وانا عم حاول لفلف الموضوع، بس هالمرة خلاص ما عاد في مجال، طفح الكيل. واذا ما سلمتوهن يا ابو عزيز ناويين السلطات العليا يبعتوا عساكر بالحاكمية ويداهموا الحارة. لا معقولة؟ معقولة بترضاها منك انت يفوتوا جنود الحاكمية الفرنساوية يداهموا الحارة وانت موجود؟ لا بك انا ما برضاها يا ابو عزيز، بس الموضوع طلع من ايدي. لا عم تحكي عن جد؟ اكيد عم تمزح، اكيد عم تمزح. لك شو قصتك لك ابو عزيز بهيك مواضيع في مزح؟ اخي انا خبرتك وما على الرسول الا البلاغ. لك طول بالك، خذ وقتي معي شبنا. ما في مجال اخذ وقتها يا ابو عزيز. لك يا اخي اعطيني مهله، اعطيني وقت هيك لحتى افكر وافهم شو بدي اساوي. قد ايه بدك؟ يعني اربع خمس ايام، مهله اسبوع يا اخي. اسبوع اخي؟ من بعد ما دخلني ها شو ما جرى وشو ما صار انا ما قصدي. سلام عليكم. وعليكم السلام، الله معك. العمل هذا اللعين ما في عنده غير بصة، فلكنا فيه رايح جاي. حسبي الله ونعم الوكيل. جيت بوقتك. اسبقوني عن جامع يا اولاد. يلا خير خير يا ابو عزيز. اني خير، كنت رايح لعندك لحاكيك بموضوع. قبل شويه كان راجي افندي عندي وحكاني بخصوص شباب الحاره. شو ما راح ينسى القصه بقى؟ باينته ما راح ينساها. وقال شو اذا ما اعطيناه شباب الحاره وسلمناه ياهون راح يترك عساكر الحاكميه الفرنساويه يفوتوا ويداهموا الحاره. لهون وصلت معه هالقليل القصر؟ ومو بعيدة يا شيخنا، مو بعيدة انه هو اللي يدفش عساكر الحاكمية اللي يفوتوا على الحارة، وبهيك حالة شبابنا ما راح يسكتوا وراح تصير طوشة الى اول ما لاخر. قال لي يا ساتر يا رب شو بدنا نساوي؟ والله ما بعرف شو بدنا نعمل يا ابو عزيز. لا تقولا لا تقولا يا شيخنا، بوس ايدك لا تقولا، لازم تعرف مشان نعرف شو بدنا نتصرف. اللهم صلي على سيدنا محمد. لا حول ولا قوة. طيب ابو عزيز شرف معي لنشوف شو نعمل. السلام عليكم. السلام عليكم اخي. اهلين حمزه وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. اهلين حمزه افندي. ايدك اخي. الله يرضى عليك. يا لك شو عم تساوي هون؟ حط من ايدك الله يرضى عليك وروح شوف لي دراستك. لا تاكل همي اخي، شويه شغل بالفرن ما بيعزي. الله يرضى عليك يا حمزه. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة تعخذ مطرحي معي تحت. يلا بشير. يا سيدي صيدي أخت أختها. بحياة اللي خلقك. إيه وحياة اللي خلقني. من وين دخلك؟ مو من الشام. هذا كلب مشرش صار رايح من الحارة كذا شب من أفراسه. لك أنا بمعيتك بتقلن للرجال يجيبوا لي اليوم بالليل على المكان. مشي. دلي بالك منيح على حالك محسن الله يرضى عليك. على راسي عباسو. بدك شي؟ لا سلامة قلبك.
السلام عليكم. الله يوفقك. السلام وبركاته. علي محسن. السلام عليكم عمي. السلام. عليكم السلام. السلام عليك شيخ عبد الرحمن، وبيقول لك تيجي على الديوان. شو علي عمي؟ شو علي؟ روح اسمعني ضحك. يلا السلام عليكم. ميسره. عمزي. يا اخي دير بالك على المطرح لارجع الله يرضى عليك. مشي. خف ايدك صبوحي. عمرك معلم. شاكر. يا كريم يا رب. يا واصف سرور. ايوه عمي. حاتم وصل. الطرفة عين بتكون المونة جاهزة مجهزة. قولوا والله قولوا والله. يلا. دك بعدي. شاكر. السلام عليكم عمي الطالب. حاتم كيفك عمي؟ أهلين. كيف الرجال؟ أهلين يا عمي. يلا 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 يلا. يا كريم يا رب. الله يعطيكم العافية يا رجال. سلام عمي. الله معك عمي. الله معك. الله معك. يا رب. هوب. واصف سرور. والله يا كريم. الله يخلينا نرجع له يا عباس. السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف مختارنا؟ الله يخلينا. اهلين سيدنا. شرف يعني. شو منا؟ شرفوا عمي. اهلا وسهلا. خير مختار؟ اخي من اخره. هذا راجي افندي ميبس راسه بهالكام يوم وحاطط الشر بعيونه. ايوه. والمعنى؟ اخي هذا عم يشترط علينا. يا ما بنسلموا شباب الحاره يا ما بيرفع ايده عن الموضوع، وان رفع ايده عن الموضوع داهموا عساكر الحاكمين الفرنساوية الحاره، وهذا الشيء ما بدنا يصير. بس ما في شيء جديد على هالعاطل عمي ابو عزيز. هذا من طول عمره القلوق وخاين. كلنا بنعرف هالشيء يا ابني يا عباس. بس على قولة المثل حاكمك ظالمك، لذلك لازم نحسب حسابه. لذلك ارتئينا انا والشيخ عبد الرحمن انه نهدي بهالكام يوم شوي. يعني هلا بدكم ياني مشان واحد لقلوق وعوايني خليل الفرنساويه عم يسرحوا ويمرحوا البلاد؟ يا عمي يا عباس انا ما عم اقول لك تريحهم ولا يسرحوا ويمرحوا لا سمح الله بالحاره، انا عم اقول لك بس هالكام يوم لنقنعوا لهالضلالي انه الشباب اللي طالبون ما عندنا بالحاره. ولا تفهم هالشيء خوف منه يا ابني يا عباس. هذا الشيء من باب الحرص عليك وعلى رجالك وعلى أهلي. والله الحق علي أنا. لك كان لازم من زمان نخلص منه لهالكلب. طول بالك طول بالك عمي عباس. يعني جايز اللي يجي بعده يكون ألعن منه وأدق رقبة، هذا عم ناخده ونجيبه بالحيلة. طول بالك. لذلك برضاي عليك يا ابني عباس حاولوا تهدوا شوي هالكام يوم. خلينا نمرق هالأزمة على خير، بعدين لكل حادث حديث. ايه شو عليها سيادنا؟ إيش كان انتو هيك شايفين فما بيصير الا اللي بدكن اياه. لبين ما تستوي الطبخة ما تكون خرطنا سلطة. ايه ماشي تأمري على عيني. المهم اختي. ايه تفضل. انا خايفة عباس. ايه انه يعني بيركب راسه ما يرضى يتجوز ونطلع بالقفشة قدام الجماعة. ايوه ما بيصير هالحكي لك اختي. اللي بعمره صار عنده العر ولاد لكن. والله يا اختي والله مناي جوزه وشوف ولاده بس ما بعرف كل ما بفتح له سيره الجواز بينقص. يو بتقولي كانه ما عمل له عمى. لا يا تقدرين هذا كله دلال. في شاب ما بيتمنى يتجوز ويصير له عيله. مشان هيك قلت لك تتغدي عنا بركض عندنا نساعد انا وياكي عليه وبنقنعه يتجوز. يو والله طق قلبي طق قلبي لك اختي. Thank you.
انا سرور عمي. اهلا عمي سرور. شيء ايه الباب وخذي مني هالاغراض عمي. خذي عمي خذي. سلم ديادك عمي سرور. الله يسلمك. يلا. أبوكي بعد كل هالغلط وش راح أحضر جنابك يا بعدي؟ يو تقبري قلبي شو هالحكيات؟ وقلتوا كمان عنده ياكم بالدنيا كلياتها، بس هو إذا كان بدلع شوي صغيرة لأنه فصعوني. طلعي وشي منيح يا عمو، أهل الحارة كلها بتعرف إنه أبي عنده وش السعد بكم الدنيا كلها بكم تاني. وكل شي وش السعد، كل نحبه لوش السعد، من يوم ما إجت على هالدنيا هالفصعونة قعدنا أنا وأختي مريم عرف. لك يلا امي يلا امي شو هالحكي بقى ولعي شو رف وشو دف يلا خذوا هالاكلات حطوا ليهم جوا ببيت المونه يلا امي علقولي على اللحمه من اللحق نطبخ امرك يا امو تقب شو قلبي عجب اخواتك بغيرك يلا يلا في عنا حدا يا امو لا تقبرني لا فوت هي خالتك ام حسان فوت تقبرني يا اهلا ومين سهلا بخالتي ام حسان والله بالمهلي تقبرني عرفت عليكي ما تكوني خالتي يلا يرضى عليك والله اشتقنا لك تقبرني يا مؤدب يا موجع ايدك يا مو يرضى عليك ابي يرضى عليك ايه تقبرني ماني شايفه اخوك حمزه معك تركته عم يضبط بالفرن ووصيته على كم غرض رح يجيبه من السوق يلحقني على البيت الهي رب يدين كل بعض يا حق امين الله يخلينا اياك يا خالتي وين هالغيبه خالتي ليش ما عم يشوفني اخ يا تقبرني والله مشاغل هالدنيا كثير كثير بعدين مثل ما بتعرف صهرك رجال كبير وما بينترك لحالك الله يعطيك العافية ويقويكي شو أختي؟ ما بدك تقلي له لعباس وين كنا اليوم وليش جاي لعنا؟ خير إن شاء الله بصراحة يا خالتي رحنا اليوم أنا وأمك شفنا لك عروس إيشو جمال بتقول للأمر غيب لأقعد مكانك قاضي ومفتي ونقي بتقولي عروس؟ إيه أمي عروس شبك نقزي يو شو كفرنا لا سمح الله ولا ما نك ناوي تفرحنا ونشوف مرتك وولادك عم يتفتلوا بأرض هالديار يو اجا حمزي لح أقوم افتح له وانتي اختي ضلي عم تزني على رأسه زني على رأسه لحتى نجوزه بدنا نجوزه بك تقبري قلبي غصب عنك بدك تتجوز ما بدك تعترف بالحسنى ولا؟ صدقني يا ابن الناس ما لي خبر بالشيء اللي عم تقوله ما لي خبر والشهود اللي شايفينك كل يوم فايت طالع على الحاكمية الفرنساوية كذابين الله وكيلك كذابين اسمعوا لا إذا ما بدك تعترف هلا هون على الفور قسما عظما لا تشوف شيء ما بيصير خاطرك منه ما بعرف الله وكيلك ما بعرف مروان فوجب لي هالمجبرة من جوا لا لا ابوس ايديك ورجليك ابوس ايديك ورجليك ما لي دخل يا ابن الناس هات لشوف احكي لنا ما بعرف الله وكيلك ما بعرف مروان لا لا ابوس ايدي خلص لحكي لا احكي بصراحه بصراحه انا اللي فسدت عليهم بس خمس زلم قديش كنت تاخذ على كل بطل ولا كانوا يعطوني على كل زلمه ربع ليره ذهب عم تبيع عرضك وشرفك بربع ليره ذهب يا كلب الله يخزي الشيطان الله يخزي الشيطان ابو عباس الجابري مين اللي وش عليه ما بعرف الله وكيلك ما بعرف يعني مو انت اللي وشيت عليه ما بعرف الله وكيلك ما بعرف اذا بدك بحلف لك يمين انت بدك تحلف يمين انت صرفوا معه يا رجال امرك عمي عباس عارف حسين ايوه شرفوا معي شرف عليك لا لا ابوس ايديك ولا ايديك ولا تقتلني قرروا الجماعه يبعثوا على كافة حارات الشباب عناصر من الحاكمية الفرنسية حتى يقبضوا على الشباب يا لطيف يا لطيف ولطف يا رب ليش عناصرة؟ شو عم يسوي مجد أفندي؟ أخي أبو عدنان واصلهم خبر أنه أغلب رؤساء المخافر العرب السوريين عم يتستروا على الشباب الله أكبر لذلك رح يبعثوا عناصر الحاكمية الفرنسية مشان هذا الموضوع والعمل العمل مجد أفندي مشان هيك أنا جيت خبرك حتى أنت تبلغ شباب الأنوات
ياخذوا حذرهم ويخففوا من نشاطهم لبما تهدا اوضاع. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك ويكثر من امثالك عميم. ولو ابو عدنان، انا ابن البلد، ولا تفكر اذا لبست هاي البدله اني اتغير على اهل بلدي وناسي. ولو اصيل، اصيل وابن بلد. عب فريز النوع عمي. خليجي خليجي. عب سلام عليكم سيدي ابو طالب. لك اهلين فريز افندي، شرف. الله يخلينا اياك. بشر. ايه هي وعدتك وجيتك مثل ما وعدتك. شوف لي القطعه الفوقانيه راح تدعي لي عليها. شي هادلك فريز افندي؟ شي مرتب؟ على كيف كيفك. منين جايكم؟ من بلاد الهند. وما أدراك ما بلاد الهند. بلاد الهند عدفة واحدة؟ أو إذا بتبرم بلاد اليمن والشام والعراق ما بتلاقي مثل منهم. سادي عمي سادي. المهم رضاكم عمي أبطالي. قديش كلفها؟ 10 نيرات ذهب. إيه شو عليه؟ هدول ما بيغلوا على وش الساعة. لك الله يخلي لك ياها، وإن شاء الله بتشوفها عروس، والله يرزقك صبي بجاه الحبيب محمد. شرف عمي، افتح لي ايدك. هاي نيرة، وهي تنتين، ثلاثة، وهي أربعة، خمسة، ستة، شو السبعة، وهي سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. الله يعوض عليك كل قرش بعشرة سيدي أبطالي. تخرجهم بالهنا عمي. سلام عليكم عمي أبطالي. أهلين فريز أفندي، الله معك. أهلين عمي المختار. والله أهلين. شرف أبو عدنان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا الله شلونك؟ تمام. شو بدي أقول لك؟ هي صايبي مستجدات وخنا عند الفرنساوية. خير إن شاء الله. السلطات الفرنساوية ناويين يستغنوا عن خدمات عناصر مخافر حارات الشام يا أبو طالب. إيوه ناويين يبعثوا عناصر من الحاكمين الفرنساوية ليدام من حارات البيوت. شو الحكي؟ اسمع بالله. مين خبرك أبو عدنان؟ ماجد أفندي. ماجد أفندي بذات نفسه عمين. أهلين. الله يرضى عليك ويرضى على بناتك. خلينا ياك. لك دخيلك أنا. هات بس هات. شوفوا شو جايب لها الحلوة. هات لشوف. قالينا شو جايب لها الفصعونة. شوفوا هذا الطوق العجيب لوش الساعة. بسم الله ما شاء الله كان. شو هالطوق هذا ابن عمي؟ إيه ما له مثيل بالدنيا. لكن طالب الغالي والنفيس بيرخصوا لوش الساعات. الله يخلينا ياك يا رب وديمك فوق راسنا وراسها يا حق. عجبك الطوق يا بي؟ اي يا بي. دخيل عينك انا شلون طلعت مثل العسل يا بي. اعطيني بوس يا كمان عم تضحيني. ابن عمي خير؟ من غير شي البنات غيرانين من محبتك الزايده لوش السعد واهتمامك فيها. امتى رحت جبت لنا شغله الطوق؟ هيك زادت الطينه بالله. شي شو هالحكي؟ يو ليش ما انتبهت عليهم كيف راحوا مكسورين الخاطر والدموع عم ترغرغ بعيونه؟ خلص خلص حصل خير. من بكره الصبح بروح على الساقه بوصي على طوقين، واحد لمريم وواحد لصالحه. يعني ابن عمي ما كتير كانت يعني هيك حلوه منك تقبر قلبي ما تاخذني، يعني انك تجيب لها الصغيره طوق بياخذ العقل ولون ما تتذكرون بشي. يا بنت الحلال قلت لك بكره الصبح بروح على الساقه. لا تقبرني ما لم تحملي الشغله لبكره. شلون ما فهمت؟ يعني شو رايك نفرط هالطوق ونحط كل حبة بسلسلة ونعلقها برقبة كل بنت وهيك منفرحهم كلهم مع بعضهم البعض. بس هذا الطوق يا أم طالب جاي على اسمة وش الساعات. يرحم أمواتك ترد علي وتسمع كلمتي وهيك بتجبر بخاطري وخاطر هالبنات.
إذا هيك شايفي ماشي الحال لك تكرم عينك وعين البنات، أنت بس روقي. وهو حب يمزح معكم بس هذا الطوق جايب لكم اياه لكم انتوا الثلاثه عن جد ابي معلوم الله يخلي لنا اياك يا ابي لك ربي يحرسكم الله يخلي لنا اياك يا رب وديمك فوق راسنا هات ابن عمي هات هالطوق يلا خدي شايفين ما احلى يا تبروني الحقوها للحبة الحقوها ليك كرجت أمي دوري عليها عندك يا بي ورا الشقة الأخرانية شاي شو دخيلة ما لقينا شي يا بي لك كيف ما لقيتوها لك أنا شفتها بعيني كرجت لهني مو باينة الحبة يا ما يو يعني وين بدها تروح دوروا عليها منيح دوروا كمان يا بي دوروا تقبروني وين يعني بدها تروح بحبشوا عليها امي بحبشوا عليها منيح شي لك والله كرجت قدام عيوني ورا الزريعة شو اللي صار ما في شي يا بي كان هدرس ملح وداب يو والعمل ابن عمي والله شلشتني هالقصة بتعرفي هالطالب طيب شو رأيك ابن عمي نقوم هلأ نتغدى وبعدين منعلي هالطواق برقبة هالبنات وأنا بدور عليها براسي هيك قلتي؟ إيه هيك قلتي قومي يا بي يلا مريم صالحة بعدين بدور يا بي تعال يلا عدو يلا قولوا بسم الله راسك لفوق اسمعني منيح انتو يا اي حركه بتقوصوا على الصايب مفهوم هذا الشيء ذي وراي يا ابني بس فوق لا فوق وراي ترى يا ابني ترى سيدي أنا بس حبيت خبركم إنه أنا تعرضت لمحاولة قتل سيدي نعم سيدي رح أفتح تحقيق بالحادث حاضر سيدي بس أنا بعرف سيدي مين ورا هالعمدة السوداء أمرك سيدي أمرك أنا بخبرك شو بصير معي يوم واليوم حاضر سيدي بس سيدي لو سمحتوا وتكرمتوا علينا الله يخلينا ياكم تبعثونا شوية عناصر لحتى نقدر نضبط الأمن بالحارة أمرك سيدي احترامي بسيطة يا زعران بدكم تقتلوني أنا برجيكم الأيام جاي والله لربيكم من كبيركم لازم نهدي بالوقت الحاضر لازم نهدي حتى تنجلي الأمور
بعدين نشوف شو بدنا نسوي. بس يا عمي ابو طالب، خطه بكره ممكن نحرر فيها عدد كبير من اسرانا اللي عم يدوقوا الامرين. الفرنساوية عم يشنعوا شر تشنيع باسرانا، وحار علينا يبقوا اسرانا بسجون، وربا ساكتين على هذا الشيء يا معلم ابو طالب. انا لسه ما خلصت كلامي. تفضل عمي ابو طالب، تفضل. اسرانا امانه برقابنا يا شباب، وفرض واجب علينا انه نحررهم. واللي فهم من كلامي انه نحن عنا رغبه يضلوا اسرانا بظلمات الحبوس بيكون غلطان، بس للضروره احكام، والضروره بتفرض علينا بالوقت الحاضر انه ناجل ونهدي. ما بيصير غير اللي بدك اياه يا عمي ابو طالب. مشي، الله معكم. صار عمي ابو طالب. سلام عليكم. سلام عليكم. يعني ما بيكفيني اني ما تمنيت في عيشتي مع ابوك يلي انخطف مني وهو بعز شباب، كمان ما بدك يعني افرح فيه شوف مرتك واولادك عم يتفتلوا حوالي. ما فيني يا ابو، ما فيني. انت اكثر وحده بتعرفي اني قاطع على نفسي عهد لا اتجوز ولا افرح حتى اعتر على غريم ولادي. لك يا ابني، صار لك من يوم ما قتل ابوك وانت عم تحكي بنفس الجيباجه. طيب اتجوز وضل عم تدور على غريمك، وهيك بترضيني وبترضي نفسك. ما فيني يا مو، ما فيني. بيقتلني ضميري من العذاب. وبركدا ما عسرت عليه بعشر سنين بتضل هيك بدون جواز؟ وحياة من زرع هي بمطرحها يا مو، ما رح يهدالي بال لحتى اعتر على غريمه لابي واخذ حقي منه. اهلين وسهلين. اهلين وسهلين. لسه ما نمتي؟ كيف بدي نام وانا حبيب قلبي برات البيت؟ البنات وينهم ناموا؟ ايه البنات نايمين، لو بتشوفهم طاير عقلهم وفرقتهم بهالاطواق. الله يخلي لنا اياك ويجبر بخاطرك مثل ما جبرت بخاطره. لا يا ام طالب، شو عم تحكي انت؟ لك مريم وصالحه بناتي، بناتي شيء. يا الله يخلي لنا اياك، وان شاء الله الهي بتفرح فيهم وبولادهم على حياه عينك يا حق. يا ستي كرمالك وكرمالهم، ما عاد فرق بنت عن بنت باي غرض كان. ان شاء الله بتسلم لقلبي يا فهيم يا كريم يا ابن الاجاويد. بتعرفي يا ام طالب، مدري ليش لسه عصصني قلبي على الحبه اللي ضاعت. يو ليش لحتى يعصك قلبك؟ انا من بكره بذات نفسي رح دور عليها. فال الضياعه مو منيح، مو منيح بنوب. إيه لا حبيب قلبي، لا تكبرها للقصة، البني ادم هالايام معرض لانه يضيع. قلتك. بقى ابن عمي قوم هلا غير ثيابك لحط لك العشاء. لا لا والله مالي نفس. ابو طالب بحياتي عندك تنسى الموضوع. لك مو على عيني، لك انت بتنحطي على الراس من فوق. ام طالب لاقوم لكان شق على البنات وملي عيوني منه. ايه حبيب قلبي، لكن انا رح روح وضب لك السفره ابن عمي. ماشي. جل من لا يسوء. والله طلع رأي ان طالب سديد بمكانه. اي نعم، كان لازم نبادي الامر، ما اظهر محبتي الزايده لوجه السعد قدام مريم وصالحه. أحمد يلي بيعرف بيعرف ويلي ما بيعرف بيقول كف عدس، خليها لربك. طولي بالك لك أختي إلا ما تفرج. صابر ومحمد كبروا وكبر مصروفهم وهمهم، والحالة ضيقة والمصروف كاوي، منين بدي لحق أنا؟ يلي عنده زلاتات يالي البيع، يلي عنده زلاتات يالي البيع. ما بخبي عنك، من يوم ما تركنا المرحوم ابو صابر وراح لرحمة ربه، انا ما صفي لي سند غير رب العالمين. ولو ما انت امنتي لي شغله الصوف يمكن درت بالحواير عم بشحد. لا تحكي هيك، كنا بالهوى سوا لك اختي. بيت ومدارس واولاد، منين بدي اجيب انا؟ الله يحمل معك ويرزقك يا حق. لك كان من قليل انا عم بيع جهاز عرسي قطعه ورا قطعه. يلا دعواتك يا للبيع. عن إذنك أم أحمد. إلا عند غزال الحزريات مشربيات ياناتك يا للبيع. يا
يا أخي يا أخي يا بياع العتايق. أمرين يا أختي. عندي أنصلية بدي بيعها، إلك مصلحة؟ معلوم لي مصلحة، بس بدي أشوفها بالأول. بدك تشوفها؟ إيه مو مشكلة. خذي لنا طريق أختي، خذي لنا طريق. تكي يا أخي لأفتح لك. فوت يا أخي فوت. يا ساتر. يلا يلا. الأوضة اللي على شمالك. يا ساتر. يا ساتر. والله رماك الهوى يا ناعي. هون هدى الطير وطار، هون هدى الطير وطار. قولي على بدني شو هالمرة اللي بتاخذ الأعين؟ مو طالع من خاطري بي على هالأنصلية. الله بيعودك بالأحسن. الله كريم، ربك ما بينسى حدا يا أم صالح. طولي بالك. واختي ام احمد تسلمي لي يا رب. اترك هالقشطة والعسل شلون؟ عم لك اطلع لبرا، اطلع لبرا يا حقير يا واطي يا ندل، يلك اطلع لبرا. يمليك بعتلك كيف طالعت للشيطان الرجيم اللي من هون ولا؟ شلون بدي اطلع من هون قبل ما ادوق القشطة والعسل يا حبيباتي؟ شلون؟ فشرت عينك يا ابن الحرام، فشرت عينك. خلصنا بقى، كني انت وياه وهدوا، لا تطلعوا صوار، خلونا نصطيج مع بعضنا، ولا من جاب ولا من دري. ولك ما فشرت يا ابن الكل، روحك بدي طلع لك اياها، ولك تعال. خير الله ويجعله خير. شو صاير عندهم؟ ابصر، لا حول ولا قوه الا بالله. بس كانوا من هون جاي الصوت. اكيد. ليه الصوت؟ من بيت ابو صابر الله يرحمه. ابصر شو صاير عندهم. شو عم تسوي جوا؟ انا ما 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 سألتك شو عم تعمل عند المسورة؟ ما 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 انا يا رجال الحارة الحقونا. اهدي اهدي يا اختي، انا ابو طالب ورجال الحارة كله بخدمتك. احكي. يخلي لك وش السعد يا اخي وتفرح فيها، تلحق هذا النجس بياع العتايق وتقلبه. الله يخليك. شو عمل معي؟ الخسيس الخسيس حاول يتراسل علي انا وجارتي ام احمد. الحقني يا ابو طالب. لا يا عاطي كذب. اهدى كذب يا ابو عزيز يا ابو طالب، والله كذب كله كذب. العلي ما دفعت لك حق الأوصية مثل ما بدها، صارت بدها تتبلاني وتحط من كرامتي ومجاني. يلا وكيلها شكوك شوف يا شباب، هذا العاطل حاول يعتدي على مرت المرحوم ابو صابر. لا شو عليك يا واطي؟ يا ساتر يا رب. كذب يا سيادنا، كذب كذب كله كذب. خرج يا شباب. وين الحربه؟ بعدين كل حادث حديث. مزبوط الحال كذاب. لا على الباب. خير خير
خير يا اختي؟ شو صاير؟ احكي لنا. ما لحق هذا الدجس يفوت على الاوضه لحتى يشوف القنصليه، ما لقينا غير دافش الباب علينا وفايت مثل الشيطان. هي والله يا سيادنا، لو ما كنت عند اختي مصابر الله اعلم شو كان صار بحالنا. استغفر الله العظيم يا ساتر يا رب. لا يا واطنا، لا هذا على حرمة جايد بالبيت. يا سيدي راجي ولك نصار شو فكرني انا؟ شو فكرني؟ اخ انت الحكومة كلها يا سيدي. قوموا لا قوموا، شوف عود هنيك واحكي لي بالتفصيل شو صار معكم؟ نعم بعيونك شو محتاج. هات لشوف، احكي لي بالاول، ولا قال لك نعمل محضر يا مهران؟ لك شو محضر ما محضر يا سيدي؟ لك اخي ما بدك كان احمي؟ خليني احكي لك بالاول، بعدين انا حمل محاضر، انا حمل محاضر. شوفوا لا انا بعرف عمايلك. ليكون عامل لك شي عملة ناقصة وجعل عندي لحتى أحميك حاجة بكفي. أنا حميتك كتير ما عاد ناقصني، فهمت؟ لك يا سيدي والله أنا مقدر منيح، كتير مقدر، وبعرف قديش أنت متحملني. طيب هات لشوف، احكي لي من أول يلا. يا سيدي عم يتهموني إني لك إنك شو؟ إني ولك خلصت لحكي؟ إني تحرشت بحرمتك. شو قلت لك؟ انت مقبوض عليك يا مهران. تحيلك يا سيدي ولا حرف لك. خدامك سيدي انا، خدامك من الاول. دلحتني على الفاضي، احكي من الاول هيك. والله ما عم سجل سمعته. لك حرمة من عيالنا وخلانا عم تبيع اغراض بيتها مشان طعمي ولادها الشيء. يا مهران الباب السكرة في مقاسي ومصاير لك عميم. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا فريز النوم. شو بو؟ هرب. شو عم تقول؟ لك شلون هرب؟ يخرب بيتكم. لك شو حرمات؟ لك شبين بالسكر وحارة، واحد سوز قد الكمشة بيهرب منكم، شلون؟ تحايل علينا بدون حاجة، فاتح الجامع وما عاد لقيناه، يا بدش راسي. لك كنتوا دوروا عليه لك ابني، دوروا عليه. دورنا عليه يا سيدنا، الله وكيلك دورنا عليه وما كنا نلاقيه، ما خلينا زابوه ولا حارة تعتب علينا، الله وكيلكم. شرفوا سيدي. قلت لكم خلوني احط الحد عليه واخلص منه، ما رضيتوا. هي هرب بعملته الوسخه. ليش نحن كنا عرفانين انه راح يهرب من ايدين شبين بياكلوا راس الحيه؟ كنا عرفانين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. اسمع انت وياه، الارض بدكم ترشوها، ما بترجعوا الا هو معكم. يلا امرك عمي، امرك علي عمي. الله معكم، شرفوا. هاي اخر مره بفوق، اخر مره. ها والله بري، والله بري يا راجي افندي. كذابين كذابين، دائما بيتهموني، ماني عرفان ليش بيكرهوني. بيكرهوك؟ ليش انت بالاول بتحب حالك لحتى حدا يحبك؟ الله يسامحك يا سيدي، الله يسامحك. الله لا يسامحك. هلا بتروح بتختفي وما بدي اشوفك منوب لحتى نعرف كيف نحل القصه. وابو طالب راجي افندي. ولك يا اخي ابو طالب تابع لمخفر انوان، انا ما دخلني فيه، مالي سلطه عليه. طيب مين بده يحميني؟ انت ما دخلك بالقصة، لازم تختفي هالكم يوم، واذا كبرت القصة انا بدبرك. بس خايف يا راجي افندي، خايف يكونوا عم يدوروا علي ويقوموا يلقطوني، والله بيشخطوني. اي ساعتها الله لا يردك. بهون عليك سيدي، بهون عليك. ليك ولا اسمعني منيح وما رح عيد كلامي. حاضر سيدي حاضر. هلا مو الشكل عند ابو فهم الانتكاتي، بتعرفه؟ ما بعرف غيره. مو الشكل عنده، هو بيعرف وين بده يخبيك، لانه هذا قلع من الحربايه، بتضل متخبي عنده لحتى انا ابعث لك خبر، مفهوم؟ مفهوم، مفهوم سيدي، مفهوم راجي افندي. لك روح، الله يخلينا اياك ويعلي براتبك، وان شاء الله بجاه الحبيب محمد بشوفك جنرال. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. يا جماعة، الشيء اللي صار مع عم صابر كلياتها متحمل مسؤوليتها. عم تحكي درر يا ابو طالب، كلكم راع وكل راع مسؤول عن رعيته. هلا يلي صار صار يا جماعة، المهم شو راح نساوي بعد هالحادث؟ اخي انا بقول نخبر اعيان وكبارية الحارة ونحطهم بصورة الوضع، وبتصوري ما حدا منهم راح يقصر. كلامك مدوزن يا ابو طالب، معك حق.
من بعد إذنك أبو عدنان، من اللحظة هي بتبلش تحصيائية للشهداء والأسرى والمحتاجين. على معمم. وعلى ضوء هالشي بيتحدد مبالغ كل رأس أسبوع بتوزع على المحتاجين. كمان علم شيخ عمر، بتقيم شوية من تبرعات الجامع لهالغرض كمان. بيصير خير إن شاء الله يا أبو طالب، بيصير خير. أخي اليوم نتعشى بيتكم الصغير ونحكي بهالموضوع قدام كبارية وأعيان الحارة، شو رأيكم؟ أهلين حبيباتي، أهلين، تقبروني. مظبوط الخبيث، ما ده هالحارة يا أبو؟ قالوا خبرية ولك أمي؟ أبويا وفايت حوامع بيتنا. ومنين سمعت هالحكي؟ حاكلها أبويا بالخبرية. لا تقبرني، الناس بتلتوا بتعجن كتير، لا ترد على الحكي الناس. فوتوا غيروا أوعيكم لبين ما حضر لكم الأكل، فوتوا. درم بكة وثلاث برقان شاي ومشربية مزبوطين. هلا نجي للتريا. السلام عليكم أفهمي. الله لا كان جاب الغلا. شوفي وراك، هات لشوف. ليش عم تحكي لك أفهمي؟ والله أنا بحبك. بحبك العقربة، قلني شو جايب لي بلاوي؟ هلا إيه؟ السلام عليكم. الله معكم هوني. كان بعتني لعندك راجي أفندي، بس مو مشكلة. فريزو فريزو حبيبي، وين رايح طول بالك؟ فوت اشرب لك كاسة شاي. لا مستعجل أخي مستعجل، عندي 100 شغلة وشغلة. طول بالك، مو هلا على أساس كنت عم تقول بتحبني؟ بلا بحبك. خلاص قلي لشوف، عن جد بعتك لعندي راجي أفندي؟ سألو أخي سألو. ايه فوت 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 لنشرب لك كاسة شاي. أنت ما بتجيني غير طايش حجرة لهوة. ما صار شي، تفضل فريزو. خير خير ان شاء الله خير. ايه اللي لشوف لك فريز، شو صاير معاه؟ مصيبه يا فهمي، مصيبه وقعت وراسي. مصيبه شو هي؟ في واحد حاطط نوره من ناري، واحد مثل الحيط، حلف بده يشرب دمي. اوف، هيك حلف قال بده يشرب من دمها؟ ايه مثل ما عم اقول لك يا فهمي، يستر على عرضك، يستر على عرضك دبرني. ايه هدي حالك حاجة قال صرصع حاجة، عود قل لي شو المسببات اللي خلته لهذا الحيط يقول لك بده يشرب من دمها؟ تبلي يا فهمي، والله تبلي. شلون يعني تبلي؟ لك هذا يا سيدي، في وحدة من القنوات حرمة ندت لي قال بدها تبيعني أنصلية، قمت فتت لعند منها. ايه؟ ايه اما طلعت المخلوقة بدها يعني يعمل مع العيبة والعياذ بالله. ايه وبعدين؟ شو بعدين؟ انا زلمة بخاف الله، انا ما بعملها. ولما يئست مني بلشت تصرخ وتولول ولمت علي كل اهل الحارة. ايه شو ايه؟ هجمولك علي كل اهل الحارة مثل التتار، الله وكيلك، هون بيجعك هون ما بيجعك، ولولا قدرة القادر ما ملصت من بين ايديه هون. ايه شغلتك ناكتة. لك شلون شغلت لي ناكتي؟ لك يا فهمي شلون شغلت لي ناكتي؟ عم اقول لك اذا مسكوني رح يشختوني شغل. وانا عم اقول لك شغلتك ناكتي ما فيها شيء. لك ببوس ايدك فهمني. ببوس ايدك فهمني شلون ناكتي؟ ببوس ايدك بعد عني بعد عني. لك ببوس ايدك فهمني. فقلت لحالي بركزا ابنك محسن بيحكي مع ابني عباس وبيقنعه لانه صاحبه وبيلين على ايده. شو قلتي؟ غالي والطلب رخيص اختي مع عباس. الليلة بس يجي محسن بحكي لك معه، تكرم عيونك. والله لأنه خايفة صاحب الأمانة ياخد أمانته قبل ما جوزه وافرح فيه. لا اختي مع عباس هيك حأزعل منك. إن شاء الله بتفرحي فيه وبتشوفي ولاده وولاد ولاده. شو هذا اختي مع عباس؟ عين الله عليك، أنت شباب. علوة يا أم محسن علوة. إن شاء الله إن شاء الله، الله كريم. بعدي اسمه وبعدي كرم. انت اذا خايف من ابو طالب هذا يلي عم تحكي عنه، اتغدى فيه قبل ما يتعشى فيك. لك هلا وقت مسحك يا فهمي، هلا وقت مسحك. انا بدي اتغدى بيغول. ايه انت لك شو عم تحكي انت؟ لك مملكة بعسكرة كلها بتخاف منه هاد، انا بدي وقف قدامه؟ لك مو انت اللي حتوقف قدامه يا بهيم. شلون يعني؟ رح افهمك، بس يكون بعلمك هالغدوة هاي رح تكلفك شوية عملة. قد ما كلفتني تكلفني، المهم بخلص من هذا الطبع اللي اسمه أبو طالب. المهم فهمني قديش رح تكلفني؟ 25 ليرة دهب.
الله لا يوفقك بجاه الحبيب محمد. 25 ليرة ذهب كثير. مو كثير. لا كثير. لك مو كثير على رقبتك اللي حتنفت من الدبح. لا كثير رب فهمي والله كثير. معناته خلي المصاري تنفعك بعد ما تروح شخت يا بيه. لك طول بالك رب فهمي، طرينا ايدك شوية، شو هالقصة هي؟ لك المندوب السامي ما معه هيك مبلغ. بس انت معك، انا حافظك وبعرفك، اطلع من هالبواب عظمك ذهب لك فريزو. طيب شلون يعني؟ انت امن لي النيرات واعتبر حالك نفدت. طيب احكي لي شو بدك تساوي، ولا بدك تبيعني سمك بالمي؟ والله شو بدك يعني احكي لك هيك ببلاش؟ بتحط النيرات بهالكف وقتها بحكي لك شو تساوي وبالقلم نشرح كمان. وبركدا عطيتك النيرات وطلعت حكايتك فافوش. طالما بتعرف شغلتي فافوش ليش جاي لعندي؟ قوم انقلع من عندي، روح يلا، خلي حدا غيري ينفذك من هالطابوسة اللي علقت حالك فيها. لك واحد الله يا رجل، واحد الله. خلاص انا موافق. موافق؟ بري عليك. يلا لكان، حط النيرات بهالكف. لك شو قصتك لك فهمي؟ معقول يعمل 25 نيرة ذهبية بعبي؟ شو هالحكي هذا؟ خويتي انت؟ قوم لكان بسرعة روح جيب الذهبات وارجع، ارجع بسرعة قبل ما يطبوا عليك جماعة أبو طالب وتقول يا حيف ويا ندم. مشوار الطريق أخي فهمي، مشوار الطريق. بس فينا؟ شو هي؟ اوعك تتحرك من هون قبل ما ارجع لك، تكي وكون عندك. لا أنا عم استناك على نار، يلا قوم بسرعة روح. يخرب بيته، قال الحرمة طلبت منه يعمل العيبة معها. بقص ايدي من الباط اذا ما انت مترازل عليها، بعرف عقزيس وواطي. اخي انت سبيني على البيت الله يرضى عليك، الا للوالدة تحط الاكل، انا خطرة بدي احكي مع محسن وجاي. ماشي اخي، اعطينا الصايد. ايه شرف. شيخ الشباب شريف. أهلين يا أخي محسن. لك أفوت والله الوالدة بتفرح فيك. معلش يا أخي محسن، حمزة سبقني على البيت والوالدة عم تستناني. المهم هلأ قول. سمعت أنك مأجر بواحد فرنساوي. مين خبرك؟ لأهلك محسن، أنا ما في خافية تخفى علي بالحارة. المهم بدي إياك تدير بالك على حالك، الفرنساوي ما له قاعد قاعل. لا تخاف، فتح عيوني 10/10 وداير بالي على حالي. وليك خبرت. ولو كان محسن، الفرنساوية مطرشين عيونهم بكل الشام. بقى الحذر واجب الله يرضى عليك. لك والله على راسي شهامتك ومحبتك. لا يا محسن، لحنا جيران ورفقات وحبايب. بقدر لي بالك على حالك الله يرضى عليك. من يوم يومك زقرت قرضاي لك عباس. الله محيي أصلك يا محسن. بلغ تحياتي للوالدة. وصل عمي وصي. السلام عليكم. عليكم السلام. تسعتعش، هي 20، 21، 22، 23، 24، 25، 25 ليرة ذهبية يا فهمي. 25 ليرة. يا عيني عليك، 25 ليرة ذهب. إن شاء الله الله بيعوضك، بدل القرش 10. يلا فهمني بسرعة، شلون بدك تنفذني من بين ايدين على ابن الحرام؟ ايه افتح عدنيك واسمع شو بدي اقول لك. لك سمعانك يا فهمي، سمعانك، بس قل لي شو بدك تساوي؟ انت بتعرفوا العباس ابن ابو عباس الجابري يلي راح بوشاية من شي سنتين ثلاثة؟ لك يا معلوم بعرفه، بس شو دخل عباس الجابري بسيرتنا يا فهمي؟ لك انت لا تقطف الكباية من راس الماعون، هدي واسمع شو عم اقول لك. بس احكي بسرعة يا فهمي بسرعة، بخاف يطبوا علي بأي وقت جماعة أبو طالب اللي طالبين رقبتي ويشخطوني. تروح روحك إن شاء الله، شو بصلتك محروقة. اسمع وفهم شو بدي لك. لك يلا نطفت لي قلبي. شد منيح. شد عباس، ما بيجوز تتني هيك. لك ايه حمزة شد. شايف ابنك يا مو؟ هذا الازعر حمزه صاير رجال. ايه طالع لابوه الله يرحمه، بعدين انشرى بالمرجله من اخوه عباس. الله يخلي لنا اياك يا ابو. الله يطول بعمرك ان شاء الله. شوفكم عفسا عن قريب، انتوا اثنين يا حبيبي.
على حياة عينك وإذا الرب العالمين. يلا اشطفوا إيديكم لما نجيب الشاي. يلا يلا غسلن منيح يا ولا شيء. لخسلن يا عبد الله لخسلن منيح لخسلن هيك يا ما فيك بدي اخذ شطر كلها ما فيك بدي يا لك ايه لخمسه لك والله الغسله قنفوله تعال بايدي يا دود هلا انت عم تحكي على حكيكم حسين هي ما حبيتها منك منوبها شو حكينا كفرنا انت بتعرف حق المعرفه اني ما ممكن اقرب على قصه جواز قبل ما اخذ بتاري من غريمه لابي يا اخي وانا عم اقول لك خذ بتار ابوك بس يعني بالاول تجوز فرح قلب امك بعدين اعمل اللي بدك اياه هلا بدك الخلايق تقول عباس الجابري تجوز قبل ما ياخذ بتار ابوه انت بتقبل علي لك حسين بتقبل علي لا والله لكن شلون بدك ياني انا اقبلها على حالي بصراحة هذا الحكي مو حكي لكن هذا حكي مين محسن بصراحة والدتك قالت لوالدتي انه حكيك ليش فكرك انا ما بدي اتجوز واعمل اهلي ما بدي افرح الميمة واجيب اولاد مصلبين بس ما فيني يا محسن ما فيني اني اخذ بداره لابي اللي كبرني وساواني زلمه ابدا بمئة مره هلا من الحريم والعيله انا فرحتي الكبيره وقت اللي بدي اخذ بداره من كل كلب بهالبلد كلامك مزبوط والله مزبوط يا عمي لك وحياه اللي زرع هاي مطرحها لك محسن لحتى دور بالشام خرم خرم وانسلوا النسل واحد واحد وارجيك وقتها شو بدي ساوي فيهم أنا معك على الموت عباس معك على الموت ما بتوصل لك محسين بعرفك أبو طيوب النصل هلا بدك تسمح لي لك عادي خليني اتيسر عندي شغلة يلا سيدي شوفك المسألة عما اتفقنا بالمالكاني يلا السلام عليكم السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سيدي صبحي يا رب علي السلام عليكم سيدي عباس أهليبي فريزو حباتك بتحبك لحب شربك شاري جاي أحكي معك جوز كلام حقه داب أحمر شو الحكاية؟ هات البشارة بالأول أعتبرها صارت بحبك عرفت لك من جماعة أصحابي عن واحد من الأنوات عم يشتغل مع الفرنساوية عوايني وجايز يكون هو اللي واجب أبوك شو هالحكي لفريز؟ مثل ما عمل لك سيد راسي هذا الحكي أصلي؟ أصلي ونص سيدي عباس وفي على كلامي ثلاثة شهود أفاضل من عيال كريمة مستعدين يقولوا إنه شايفينه وشوفت عيونه يلي بتتأكلها الدود جوات الحاكمية وينهم هلا دود؟ موجودين وإنت ما بدك ياهم يكونوا موجودين عند منا اليوم بجيب لي ياهم لهون على الفرن؟ خلاص اليوم بيكونوا عندك وأنا رح أقول معهم علي الحلال إيش كان هالحكي اللي عم تحكيه مزبوط لحتى شب لك لبن العصفور إذا بتطلبوا يا فريز بفضلك سابق سيد راسي بفضلك سابق أنا كل همي أنك تشوف غريم أبوك وتشفي غليلك منه وتخلص البشر من وساخته وتخلص أنت من التفكير فيه يا ريت لك يا ريت وين بيروح مني قربت سيد راسي عم تبكو سائل ايه على العافية عمي على العافية عمي ابطالي بشر انت ويا فتلنا حارات الشام كلياتها وما لقينا له اثر لهالواطي مثل ما قال لك طاهر صرنا يومين مهدينا والخسيس ماله مبين لك كبار عساكر الفرنساوية جبتوهم من حصون محصنة صاخرين سليلين انت وياه شقفة صوص حقه متليك ما قدرتوا تجيبوه منجيبه عمي منجيبه امتى؟ لك امتى بعد ما يهرب من الشام كلها؟ يعني وين بدهم يروحوا؟ حاسين يا معلمي والله لنجيب لك يا بس انت هدي بالك عنها شوي هاي الشغلة بالذات ما بدها لا حلم ولا طولة بال شه
لك واحد عاطل حاول يعتدي على مرت شهيد بعارتنا وين؟ بالبيتها. لك بترضوها يضل يسرح ويمرح هيك بلا حساب؟ احكوا انطوا. لا لا والله ما بنرضى. ليش راجعين عم تخفوا بيديكم؟ اياكم ترجعوا بدون العاطل. احرقوا. امرك عمي الطالب. هذا يا سيدي من شغلة 10-15 يوم كنا عم نلملم زبالة الحاكمين، وإذ من شفلة أبو طالب الأنواتي فايت على الحاكمين، ويا ريتنا متنا ألف موتة قبل ما نشوف هالشوفة يا معلم عباس. أنت من وين بتعرفه لأبو طالب؟ ما أنا أصلا من الأنوات، ومن أنا وصغير بعرف لأبو طالب الأنواتي عز المعرفة، حتى سأل الشباب. كمل عمي كمل. ما لنا بتقول السيرة عمي؟ بعد ساعة زمان لقينا لك أبو طالب ماشي مع جنرالين كبار، وصلوا لباب الحاكمية وردوا رجعوا لحالهم. ايه وهن راجعين سمعناهم عم يحكوا عن الخدمات مقدم لهم اياها ابو طالب. ليش الجنرالات الفرنساوية بيحكوا عربي مثلنا مثلهم عمي؟ مو عربي عربي يعني عربي تقيل شوي، بس سمعنا طراطيش حكي عن شو عم يحكوا. ايوه شو كانوا عم يحكوا دخلك؟ هذا يا سيدي ابو طالب عم يعطيهم اسماء شباب من حارات الشام. انتو شو اللي جمعكم بفريز النو؟ من وقت ما تشرب غزالة من عندي وتمت الصحة بيناتنا. احكي له يا سيدك عباس كيف انفتحت سيرة ابو طالب العلواتي. هذا يا سيدي كنا عم نتغسل بحمام عز الدين، ومن سيرة لسيرة فتحنا الموضوع. فجأة قام وصرخ وقال العرف غريم عباس الجابري، حتى سأل الشباب. مستعدين تحلفوا على المصحف الشريف على كل شيء قلتوه؟ معلوم نحلف. ياكم تحلفوا لي على المصحف الشريف على كل كلمة حكيتوها عن أبو طالب الأنواتي. ردوا إيديكم. لك ليش تأخرت علي يا فريز؟ لك لحتى خلصنا من قصة السير مجين تبع عباس الجابري يا فهمي. بس تأخرتوا علي كثير. حقك علي يا فهمي، حقك علي. أنا ما عم بحكي مشاني، عم بحكي مشان الشباب، وتأخرنا عليهم وما تأخذونا يا شباب مشان الله. كتير كتير أخرتنا فهمي، ما كان هيك اتفاق من الأول. مزبوط، على أساس كانت شغلتنا روح رجع، قضيناها طول الليل على قيل وقال، زلمتكم هلكنا بأسئلته اللي تسم البدن. معلش هالمرة زرعوها بدقني، والمرات الجاية أنا بعوض لكم إياها. بسيطة فهمي، المهم حاسبونا وخلينا نمشي. إيه حاسبنا الله يوفقك. يلا فهمي حاسبها للشباب وخلينا نخلص. يلا انا بدي حاسبهم. ليش الشغل لي؟ يلا حاسبهم انت. يلا انا لك عن انا. يلا حروق اعطيهم كل واحد ليره ذهب خليهم يتيسروا على بيوتهم. يلا مستحيل اعطيهم نقله وحده. ليش مستحيل لك سعدان؟ ليش؟ انا متفق معك اعطيه 25 ليره ذهبيه مشان تخلصني من القصه، والمصاري صارت معك، ولا ناوي تعملني عنزه حلابه لك فهمي؟ لا ما راح اساويك عنزه حلابه لانك تيس وما بتفهم. لكن انت بدك تفضحنا، بدك امرنا يطلع لبرا والناس تعرف فيه. فوت لنتفاهم فوت. خلصونا عمي نروح على بيوتنا. نروح على اشغال. تكي شباب تكي، شبعكم عنكم حلفان تاني يعني؟ يعني هيك شيء. يلا 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 ما منطول. فوت داني فوت لي زعيم وكبير حارة، وانت بالأساس عوايني للفرنساوي. شو علي دبارتك عندي بكرة، وحياة عيناك بكرة يوم الفصل يا عاطل، وما رح أرحمك ورحمة الغوالي. كان عندي مشوار. وين هذا المشوار؟ بعدين ببقى بحكي لك. هلا المهم قول في ثلاث زلم بدي اياك تسالي عنهم من كل بد. ايوه شو في من وراهم هدول؟ بعدين ببقى بقول لك شغله على الحارك. وليش مو هلا؟ لك اخي بعدين ببقى بحكي لك. هدول الجماعه واحد بالعماره، واحد بالانوات، واحد بالدرويشيه. ايوه وشو اسمهم؟
امي. لأمتى بدك تضل سهران برات البيت وتاركني عم بستناك على نار؟ قل لي لأمتى؟ الله يصلحك يا امي. طيب ما تنامي وتريحي بدنك؟ يو اسمعوا على السمعة، وشلون بده يجيني نوم وابني بكري وجسر بيتي برات البيت؟ قل لي شلون؟ الله يخلي لنا اياكي يا امو. ما حلك تحفظي انه انا كل يوم بالليل بيجي متأخر؟ يا حبيبي الفرنساوية من مكان لمكان وما تركوا امان بالحارات. إلون يوم يا امو. آمين. إلون يوم. آمين. الله يخلي لنا اياكي يا امو. فيكي نامي وريحي لي بدنك. يرضى عليك. تصبحي على خير. وانت من اهله. نوم العوافي تقبرني. الهي يحميك انت واخوك. وشحتنا. السلام عليكم عمي. أهلين سرور. وصل عبد الجبار أفندي ومعه البضاعة من حلب وقال بدي أشوفك ضروري ضروري. شرف. شرف عمي شرف. هالمرة نفذت ورحت بشفاعة شغيلك يا خسيس. بس وين بدك تروح لمني؟ لك وين؟ بدك تروح يا أبوك يا عمو؟ بدي روح. تعي لأختك لعنده تعي. كل رفقاتي سألوني من لك هالطاق ومن لك هالطاق. يوه وأنا كمان كل رفقاتي مرة سألوني من لك هالطاق ومن لك هالطاق. أمي قوموا أنتوا وياها ساعدوني يجيبوا الصحون، ما بقى إلا يجي أبوكم. حاضر يا ماما. شو وين أخذكم وش الساعد؟ ما بعرف كانت حركة شو لهون يا ماما. يوه لك أمي هي أختكم صغيرة كيف تاركينا لحالها؟ هلا زوق عليها شي غرض موعود بنخلص من ابوكم. اركضوا اركضوا دوروا عليها اركضوا يلا. هذا يا ماما بسرعه. مسكي عمي مسكي كلي التفاحه مسكي. جوعاني ما هي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو اسمك عمي؟ شو صفافة؟ ايوه خير ان شاء الله خير. يا ماما يا ماما شوفي وش الساعد مو باينه يا ماما. يو كيف ما لا باينه؟ وين بدها تروح يعني؟ ما بعرف. نطي امي روحي على غرفة ابوك دوري عليها يلا. شفتها هنيك ما في حدا يا ماما. يو وين يعني بدها تكون راحت؟ بدها تكون طلعت على الأسطح تلعب بالغسيلات يا ماما. يوه قولي على أمتي وش السعد يا ماما. أنا ما رح طول. مش يا عمي حضروا 30 سجادة تبريسي لبين ما يرجع عم تجبر أفهمي. يا أبي يا أبي يا أبي يا أبي خير يا أبي. أختي وش السعد يا أبي؟ شو بقى؟ فقدناهم ما تلاقيناهم كل البيت يا أبي. شو؟ قلبنا البيت وقالي تحتاني وما كنا نلاقيها يا أبي. يا لطيف ليش معك عمي؟ وين بدها تكون راحت البنت؟ عليم الله ما يصير عليها شيء ديروا في عمي ابو طالب. سألتوا عند الجيران؟ ما سألنا حدا يا ابي. شو في بيت التحسين؟ امرك يا ابي. انت على بيت المأمون يا ابي. ام طالب شو هذا اللي سمعته يا ام طالب؟
وين البنت؟ الله وكيلك كانت عم تلعب قدامنا وفجأة ما عدنا لقيناها، قلبنا الدنيا عليها فوقاني تحتاني وما كنا نلاقيها. الله وكيلك وين بدك تروح يعني؟ لك وين؟ والله دورنا عليها أوضة أوضة ببيت الموني على الأسطوح. الله وكيلك ما كنا نلاقيها ما كنا نلاقيها. رندي دوري عسى تكون نايمة هون هون هون. حركي. وين البنات؟ مريم وصالحة وينهم؟ بعدتهم يدوروا عليها عند الجيران. صالحة صالحة لقيتيها؟ لا. وانتي؟ لا امشي يا بي. شو يا بي؟ اختي وش الساعد مالها اثر بكل بيوت الحارة يا بي؟ الله اكبر. قولي على امتي قولي على طولي. لك حاجة ما قولي على امتي. لك لا تفولي على بنت. يمكن هي يمكن هي. دخيلك يا رب دخيلك يا رب دخلك يكون ولا قوة. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. جينا نطمن على صغيرة عمي. لحد هلا ما صار شيء ما لقيناها. لا حول ولا قوة. سعيد الخبر اللي سمعناها؟ هذا اللي صار يا اخوان. وين بدها تروح يا عمي وين؟ خلونا ندور عليها احسن مو واقفين هون. يلا يا رجال. انا رايح على المخفر. يلا يا عمي يلا. اي نعم يا مجيد افندي. انفقدت ومو مبين الاثر. وايه ما صار هذا الشيء يا ابو طالب؟ من شي ساعتين زمان. طمن بالك يا ابو طالب ولا تاكل هم، انا هلا بتصرف، رح نبعث دورياتنا تتحرى على البنت. بتكون فضلت على راسي من فوق يا مجيد افندي. ولو يا ابو طالب، ايه هذا واجبنا والبنت بنتنا، طول بالك. ابني اعطيني لطفي. رهيب لطفي. وش السعد بنت عمك ابو طالب الانواتي ضايعة. بتشكل 3-4 دوريات وبتطلع الدور عليا، ما بترجع حتى تجيبها معك. يلا تحرك. طمن بالك ابو طالب، هلا خلال كم ساعة بتكون البنت بين ايديك. الله يسمع منك، الله يسمع منك بجاه النبي محمد. ما بعرف ليش عصصني قلبي. روق يا ابو طالب ولا تخلي الشيطان يوسوس بعقلك، هلا خلال كم ساعة بتكون عندك البنت. يا رب توقع بين ايدي الناس بيخافوك يا رب. يا رب عليك يا رب. يا رب عليك يا رب. دخيلك. لك شو ها؟ لك شو هالمصيبة هاي؟ لك كيف صار؟ مصيبة 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 مصيبة. بتطلع عليك يا عم طالب. بل بهالعمر وين بدها تروح يا جماعة؟ دورتوا منيح دورتوا منيح. دورنا دورنا ما خلينا ابني دورنا دورنا. طيب شو ساويت وشو عملتوا؟ ابو طالب راح على المخفر ولهلا ما رجع. ان شاء الله خير. والباقي على الله. ان شاء الله خير. شرفوا تبعي على مهلي. شرفوا تفضلوا. يا رب دخيلك يا رب دخيلك يا رب يا رب دخيلك يا رب تحمي هالبنت بحماك يا رب. يا رب دخيلك يا رب دخيلك يا رب دخيلك ان شاء الله خير. ان شاء الله بيجي منا اخبار منيحه. ان شاء الله يا شباب. بنت اخوكم ابو طالب وش السعد ضايعه واللي بيلاقيها اجره وثوابه على الله. يا اهلا. لا حول ولا قوه الا بالله. شو هالخبريه اللي ما بتنسمع؟ الله اكبر الله اكبر. هي البنت كثير عزيزه على قلبهم ابو طالب. شو السيره يا مختار؟ والله انا خبرت مثلي مثلكم. هلا رايحين لعند عمكم ابو طالب لنعرف شو السيره. ايوه الله يكون بعونه. أمين. الله يرضى عليكم يا عميم. يلي بيسمع أي شيء عن الصغيرة يخبرنا. لك لك علم مختار. شرف أخي بعدنا. هلا بيكون أبو طالب قلبه فاير من القهر والزعل. بلكي بتخفف عليه شوي. شرف سيدة شرف. مين اجدوا هالمصيبة؟ لا حول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله لا يضره. آمين. والله ابو طالب ما بيستاهل لك الخير. اي والله اي والله. على كل يا جماعه الخير، البنت طلعت من البيت وما عرفت ترجع لانه صغيره. يلي بيشوفها باي حاره من حارات الشام فورا يجيبها لبيت ابو طالب. الله يرضى عليكم. يلا كل مين على شغله. الله يعطيكم العافيه. شرف ولا قوه الا بالله. عن جد عم تحكي يا امو؟ ايه تقبرني عن جد وجد الجد.
وعلى اساس انه بهاليومين ثلاثه بدنا نروح انا وخالتك ام حسان ونخطب له. وشو اللي غير رايه هيك بين ليله وضحاها؟ بيني وبينها انا حكيت مع جارتنا ام حسان وطلبت منها انه ابنها يحكي مع اخوك ويقنعه، والظاهر انه كلامه جاب نتيجه. خير فعلتي يا مو. هلا بيني وبينك هو ومحسن رفقات الروح بالروح، وشكله الان على ايده. لك المهم انه رضي نجوزه ونفرح فيه، ووعدني الله يجبر بخاطره، الله يجبر بخاطره انه يخطب لك ويجوزك بذات نفسه، بس بعد ما تخلص علامك. ها لا يا مو، انا لساتني صغير. هلا جوزي عباس هو اخي الكبير. بالله شو؟ الا إيه سيدي، بدي جوزك وافرح فيك وشوف اولادك على حياه عيني، وكلها عدت كوسايه وبصير عمرك 18 سنه. يو يخزن العين، قل هو الله احد، بيقول المثل ما بيحسد المال الا اصحابه. الله يطولنا بعمرك يا امو، وان شاء الله بتجوزيني وبتجوزي. امين بجاه رب العالمين. ايه امي، اخذنا الحديث وما سالتك لهلا، وين اخوك ما بين؟ هلا على قرص بوحي، انه طلع مشوار من الصبح وما رجع. ها تقبرني اذا حاسس حالك جوعان، خليني اسكب لك عود كول. لا لا امي، وحلو اقعد على السفره واخي ما انا موجود. يا الله يرضى عليك يا مهزه يا موجه. يلا مش اخوك استقبل امي. علينا خير. كيفك حمزه؟ الله يرضى عليك. ما شاء الله، مين البنت الحلوه اخي؟ ايوه ان شاء الله اشوفك حامل اولادك على ايدك قبل ما اموت بجاه سيدي ربي. يو مين هالبنت الحلوة؟ بنت تاجر حلبي صاحبي يا مو. هاتي عنك. ايه اهلا وسهلا. وشو جاب هالبنوتة الحلوة بقى من حلب للشام يا روح امك؟ ابوها نزل على الشام يا مو، عنده شوية شغل. ايه قام جاب معه العيلة، حاكم مرته شامية، وقال الصبح هو طالع من البيت دبقته صغيرة الا بدها تطلع معه، قام حن قلبه عليها ونزلها معه على الفرن. الظاهر انه مدللة عنده كتير. ايه هو عندي بالفرن اجته شغله مستعجله، قام تركها عندي، قال بيبقى بيرجع بياخذها بعدين. ايه اهلين وسهلين ومرحبتين بالامور الحلوه الظريفه. ما شاء الله شو حلوه هالبنت. قولوا بسم الله يا جماعه، قولوا بسم الله. ام كانه صغيره جوعانه يا مو. ها ما عاش الجوع. تعي تيتي. روحي يا عمو روحي. تعي تعي لعندي تعي. اهلين وسهلين. اي والله ونحن كمان جوعانين. بس اخوك حمزه الله يرضى عليه وعلى اسمه ما قبل يقعد على الصفرة وانت مالك موجود. شو علي؟ شرفوا اخي، يلا شرفوا. يلا بسم الله. يلا تيتي. يعني عن حق جوعانة هالبنت، كل مطرح ما يسري يمري. يا اهلين وسهلين بالامور الحلوة. شو اسمها هالبنت اخي؟ والله يا اخي ابوه قال لي شو اسمها، والله وراها عن بالي. لازم يكون اسمها حلو كتير، خزيت العين بتجنن. شو اسمك تيتي؟ وش بالصعصع؟ وش صعصع؟ اي والله صعصع بعيدة كتير. شو شايف صعصع؟ في حدا بيسمي صعصع؟ يا حبيبة قلبي يا عمري انتي. تعي تعي تقبريني تعي. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. يلا طولي بالك. طولي بالك يا عم طالب، رح تقتلي حالك. لك مش عارفه صحتك ولك اختي. بنت بخير ان شاء الله، رح ترجع لك سالمه غانمه الا ما يلاقوها. بس انت اهدي وصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولك بعدين كثير اولاد بضيعوا يوم ويومين وبعدين بيلتقوا، يعني وين بدها تروح؟ ورجال الحاره والله من وقت ما سمعوا هالخبريه لا هدي ولا كنوا. رح يلاقوها رح يلاقوها ام طالب. الله يسمع منك يا محمد، الله يسمع منك. وبعدين انت انسانه مؤمنه وهذا امتحان من رب العالمين عم يختبر فيه صبرك على ما ابتلاكي. طولي بالك يا حبيبتي طولي بالك، الا هلا ما نسمع خبر يبرد قلبك وقلوبنا بجاه سيدنا محمد. الله يسمع منكم. توكلي على الله توكلي على الله. اتكلنا على الله اتكلنا على الله ونعم الاتكال. دخيل اسمك يا ربي دخيلك. لك تسلم لي الضحكه شو حلوه ونعمه ومكلتبه. شو هاد يا تيتي؟ شو هالطوق الفريد يلي ماله مثيل؟ مين جاب لك يا بقى؟ ابوكي ولا امي؟ ابي. يي الله يخلي لك يا ولا يحرمك منه ولا يحرم بني ادم من اهله وخلانه. والله شيء بيطقق يا جماعه. وحد الله يا ابو طالب، وحد الله واستاذي بالرحمن. ان شاء الله ماجد افندي يكون عرف طريقها للبنت. خلي املك بالله كبير يا حجي واستفادت ربك رحمه. لا اله الا الله. محمد رسول الله.
اكيد ماجد افندي. ان شاء الله بيكون البنت. ان شاء الله يا رب. شرف شرف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بشر ماجد افندي بشر. دورياتنا تحرت عن البنت بالحارة والحارات المجاورة وما تركوا مكان يعتب عليهم. اعطيني من الاخر يا ماجد افندي، لانه ما بقى على طريقي شيء. للاسف يا ابو طالب، لحد هاي اللحظة ما في اثر للبنت. يا لطيف. لا حول ولا قوة الا بالله. الله. يعني راحت البنت يا ماجد افندي؟ راحت؟ يا باح يا باح، يا عرق التفاح، يا ايديها الحلوين، يا حلوين وملاح. اجا العصفور ليتوضى، لقى ابريق فضه. هي مسكته، هي ذبحته، هي شوته، وهي اكلته. ونعس الليلة وين بينا، ونعس الليلة وين بينا، وكل كل 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 ونعس الليلة وين بينا، ونعس الليلة وين بينا. ولك دخل الضحكة، لك دخل شو حلوة ونعمة ونكلتن. واحد والله، واحد والله يا جماعة، خلي الرجال يكمل كلامه. نحن رح نتابع تحرياتنا وما رح نتوانى أبدا، ولو البنت مثل بنتي وعز يا أخوان. كفو كفو يا أفندي، وفضلك سابق. أنا أرسلت برقيات لكل مخافر الشام وعممت عليهم مواصفات البنت. ماجد أفندي، بدي كلام شافي، كلام شافي ومحدد، الله يرضى عليك. بدنا نطول بالنا يا أبو طالب، بدنا نطول بالنا لبين ما يجينا رد من مخافر الشام. وإمتى رح يصلكن الرد؟ يعني بكرة أو بعد بكرة على أبعد تقدير بيصير عنا خبر، وإن شاء الله خير. الله أكبر. نهد حيلي يا جماعة. ماجد أفندي، بترجاك تهتم بالموضوع. أنا بوعدك أني اهتم بالموضوع بذات نفسي، وما رح يهدى لي بال لبين ما يلاقي البنت. يا مو عباس، يا مو عباس. خير يا مو؟ كأنه أبو هلا البنت تأخر. مزبوط يا مو مزبوط، الحق بإيدك، تأخر أبوه الله يصلحه. طيب شو بدنا نعمل؟ حرام البنت نعسة. ناميها يا مو، ناميها، بس أنا إجا أبوها بيعود بياخدها. هيك قلتها؟ إيه يا مو إيه خطي، هاي البنت صغيرة ما بتتحمل السهر. يا مو حمزة، قوم اعمل كاسة شاي لأخوك الله يرضى عليك. حاضر يا مو. الله يرضى عليك يا حمزة. كان يا مكان يا قديم الزمان، لحتى كان نحكي ولا ننام ولا نصلي على النبي العدنان. يا ستي ملا انتي، كان في عصفور قاعد بالكويرة، كنس دياره أم لقى قمحة، أخذ وراح لعند الطحان، قال له يا عمي يا طحان أنا لقيت هالقمحة، خبي لي إياها عندك. يلا اسمحوا لنا. يلا احنا كمان اسمحوا لنا. الله السلام عليكم. الله يفرج همه. آمين يا رب. الصباح الراح، وإن شاء الله مصير خير عمي. إن شاء الله يا أبو عدنان. الله يثبت إيمانك القوية يا أبو طالب. مشكور شيخنا، الله يسلمك يا رب. الله معكم، الله معكم. اسمعوني منيح، إذا أسمعوا تأسموا حالكم، ما بتخلوا قرني بالشام اللي بتنكتوا نكت، بتسألوا معارفنا وأصحابنا بالإمارية بالصالحية بالميدان بأبرحاتك بالأصاع بالعمارة كل الشام على وش الضوء. بدي خبر. قول والله. يا الله. يا الله.
هذا انت لك فريز؟ اي انا لك انا خيالي. لك شو طلع شو جايبك لهون بهالوقت؟ انا ما قلت لك خليك بالدكانه حتى اجي انا، شو بدك تخرب لنا بيتنا؟ لا ما اجاني نوم ولا اجاني عود يا فهمي، قلت لحالي بيجي لعند منك وشمشي مع الاخبار. لك شو بدك بالاخبار انت؟ خلص روح جاي على الدكانه. لا ما بدي اطمن اذا كان عباس الجابي قتلوا لابو طالب ولا لا. وطي صوتك يا حمار، وطي صوتك. خرب بيتك، هاي شغله كبيره فيها قتل زلمه، مو اي زلمه، قتل ابو طالب، فلازم تاخذ وقت شبك انت. لا بركي ما زبطت القصه. تزبط خلص انت شو بدك؟ تزبط ظابطها. لا اكيد بتزبط. لك عباس الجابري رح يضل لاحول ابو طالب لحتى يقتله. لا بركي ما قتله. لا انت شو بدك؟ اذا ما قتله شو بدك يعني؟ اذا ما قتله بترجع لي ذهباتي على دوز باره، مفهوم يا فهمي؟ برجع لك اياها. يلا رجع الدكان قبل ما يشوفك حدا من رجال ابو طالب ويشختها. لا دخيلك يخرب بيتك على هالمنطق. يلا رايح رايح على الدكانه. لا اطلع منها لحتى اجي انا. خرب بيته شو دبقه. يا مو عباس البنت نامت؟ ايه يا مو ايه. يلا يلا هاتي خلينا ايام شوي. قول بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله. حول وحولي. يا ترجع لنا سالمة غانمة. يا ريت يا ريت يا ريت يا أم طالب، يا ريت ياخذوا عمري ومالي ورزقي بس يرجعوا هالبنت. أبو طالب أنت كل عمرك قلبك طيب وإيدك للخير طايلة، رب العالمين ما رح يديمك ببنتك. شايفة يا أم طالب، المنام اللي شفته ليل فايدة تحقق بالنهار، وش الساعة راحت من بين ايدينا مثل شربة المي. لا بتقول الله يخليك، ان شاء الله لا تقولها. خلاص وش الساعة بدها ترجع لنا؟ يعني بدها ترجع لنا، بدها ترجع لنا ابو طالب. شاب 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 يا رب يا رب، انت عالم بالحال وعليك بالاتكال يا رب العالمين. يا الله افتحي الباب. يو مينو انت وشو بدك؟ بدنا محسن موجودا. شو بدكم من محسن لك ابني؟ هلا بلا كتر حكي وافتحي الباب، اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونهد البيت فوق روسكم، ويكون بعلمك البيت محاصر من اربع جهاته وما في مفر. محسن ماله هون يا ابني؟ نحن متاكدين من وجوده بالبيت، واذا ما سلم حاله رح نهد البيت فوق روسكم. ها يو ليش شو عامل محسن؟ بعدين بتعرفي شو عامل. بس ماله هون لك ابني؟ والله ماله هون. اذا كنتي ساده بكلامك افتحي لنا الباب وخلينا نفوت نتاكد. بس يا ابني ما بيجوز تفوتوا على الحريم، انا لحالي. لك هلا رح نخلع الباب ونفوت بالقوه. ما بيصير الحكي شو هاد؟ اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونفوت بالقوه يا حرمه. طيب لحظه لاخذكم طريق، لحظه. الله يخليك يا رب، الله يحميك يا رب. شوفي امي شوفي 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 شوف
عباس الفرنساوي محاور بين محسن وعلى الله طخ بيناتهم. الله اكبر الله اكبر يا مو، شو بدهم الفرنساويه من محسن؟ وشايل يا مو، هي اكيد وشايل. قل والله احد سامحني معك. خليك هون حمزه، انت بدير بالك على امك. انت دير بالك على حالك يا مو. جايين ياخذوا محسن من بيته للدار، بس شباب الحاره شركوا نصهم ونصهم الثاني هرب، ونحن بدنا نكمل عليهم اذا الاراد يا مو. انا جاي معك اخي، جاي معك. جيب السلاح بطريقك حمزه. لا يا عباس، اخوك صغير على هالدعكة دخيلك. لا يا مو لا، حمزه سارة بضاي ورجال، مي حلوه ضل قاعد بالبيت ورجال برا بالحاره عم تتقاتل. والله اخي والله. دعينا يا مو دعينا. الله معكم، الله يحميكم، الله ينصركم على عداكم. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك تحمي. عباس
ضو عيوني يا خي. الله معك يا بيي. بكرت يا عباس، بكرت يا عباس، كسرت لي ظهري يا خي، كسرت لي ظهري يا خي، كسرت لي ظهري يا خيي، كسرت لي ظهري، فكرت كثير يا عباس، فكرت كثير. السوق سكر عم يصبر صغير، لعمة وين راحت عالة؟ السلام عليكم أخزمين. وعليكم السلام، أهلين نوي. لك شو القصة؟ ليش هيك الدكاكين كلها مسكرة؟ ليش ما دريت؟ ما دريت؟ لا والله ما دريت. شوفي برا صارت لك طوشة، طوشة كبيرة بالإمارية، وراح فيها أحلى شباب الإمارية. شو عم تحكي أنت؟ مين راح؟ عباس، عباس الجابري. عباس الجابري راح؟ لا شو عم تحكي أنت يا صديق؟ حطي على عبدي عليك يا عباس الجابري، يا خرب بيتك، يا يا فريد على القصة. عباس الجابري مات، الله لا يوفقك يا عمي، على الدمار الطابوس اللي وقعتي فيها، كيف كان بدي روح بحالي أنا؟ لك كان عباس الجابري راح، عباس الجابري مات، وين راح عباس الجابري؟ الله لا يوفقك يا عمي. ابن عمي، ولك المخفر بيكون لقاها؟ إن شاء الله، إن شاء الله، إن شاء الله. مشان الله ترد لي خبر، الله يوفقك. خلص خلص بقدركم. الله معك، الله معك، تقبرني الله معك. يا رب، يا رب بدخيل اسمك، يا رب بدخيل اسمك تحملي هالرجال. ولي على قامتي عليه؟ انه امها نامه ولادها طعم الاكل، ولي على قامتي عليه؟ دخيلك يا رب دخيلك. طمنيني يا مو. تأمر قلبي. راح ابوكم، راح ابوكم يسال عن اختكم بالمخفى. وانتك رح تلتقى وش السعد يا مو؟ لك لك الامي بدها تلتقى، لك بدها تلتقى، بدها ترجع لنا سالمة غانمة. توصلوا شو عميو، توصلوا حبو ساتين وشوفوا ساتين. يا عمي الطالب بشي، عمي الطالب بشي لك مين؟ طب منه ابو طالب ريحنا يا ابو طالب، الله يريحها. على الله يا ابو حليم الله انه الليل ما دينا طعمته. الله يفرج. امين يا رب. يا رب. شغله شغله بتحط العقل بالكف يا الله.
اهلين وسهلين ابو طالب. يا ابو خليل طمنا. ان شاء الله خير يا ابو خليل. ان شاء الله ان شاء الله. اهلين ابو عدنان. السلام عليكم. شرف. شلونك؟ جيب شاي. امرك. يا الله. امي صار شيء مشان الصغيرة يا اخي ابو طالب؟ عم نستنى رد المغفر والباقي على رب العالمين. لا اله الا الله. لا اله الا الله. تفضل محمد رسول الله. المهم المهم تفضل. انا بعرف انه همك مكفيك وزايد عنك، بس في اشياء لازم خبرك فيها، لانك خير من عرف الواجب. خير يا ابو عدنان. امبارحة علقانة بين رجال من الإماريه ودوريه من الحاكميه الفرنساويه، مستشهد في الداكي عباس الجابري. عباس الجابري ابنه لأبو عباس اللي راح بوشاية من كم سنة يا أبو عدنان؟ ما غيره. لا إله إلا الله. الله يرحمه ويرحم والده. آمين. لذلك قلت لازم خبرك مشان نقوم بالواجب أنا وياك. وجب يا أبو عدنان وجب. الله يرحمه، رجال من ظهر رجال. الحاي ابو فهمي، الحاي حلال عاد بالمشاكل الحاي. يخرب بيتك نقزني، شوفي شو صحيح. عباس الجابري انقتل يا ابو التدابير. انقتل؟ قتل؟ يبليك بيقتلك على الخبرية. الناس ما تعرف الحكي. رحت لشمشم الاخبار وشوف شو صاير. سمعت الخبر على ريق بطني. يا عم ولي هذا الشيء ما كنت حاسب لحساب ابنه؟ حاسب حسابه؟ مالك حاسب حسابه؟ هلا رجعني ذهباتي لحتى تجيب لي دوباره ثانيه. شو وين؟ شو عم تقول؟ رشت افهمي؟ قطشت؟ عم اقول لك رجعي ذهباتي وخليني امشي. لك يا اجدب يا بهيم، وين ما رحت وين ما اجيت رح يضل ابو طالب لاحق، فهمت؟ اخي لا تاكل همي بنوب، بنوب لا تاكل همي، رجعي ذهباتي وانا بدبر حالي. لك يا فريز يا حبيبي، انا وعدتك خلصك من هذا ابو طالب، ما رح اتخلى عنك بنوب. هلا بس يخلص العزاء انا مرتب لك خطه جديده رح تعجبك تمام التمام. ليك على الحكي، ليك على الحكي. عم قلك عباس الجابري مات 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 مات. شو بيعموت فهم؟ ايه واذا مات في اخو حمزه. مين هذا؟ هذا الفصعون اللي عم يبكي على خبزه بده يقدر على ابو طالب. لك خل عني اياه، خل عني اياه. لك لا تستهتر بحمزه، بيقولوا عنه قبضاي وزكرتي وبياكل راس الحيه. اخي شيلني من حمزه ومن طمزه، رجعي ذهباتي وخليني امشي بحال سبيلي. الله يرضى عليك يا فهمي. والله يا حبيبي يا فريز انا بدي ارجع لك ذهباتك، بس يعني والله ماني عارفه شو بدي. لا اخي لا تقول لي ولا بقول لك، رجعي ذهباتي وصلى الله بارك. انا بدي ارجع لك اياهم، بس انا تصرفت فيهم. شو؟